سبحانه وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إلى ما احتمتش بالله عز وجل ما احتمتش به. أعوذ هو الالتجاء والاحتمام بالله، حماية ربي، تحميل. أنت بنفسك أنا الشيطان لا تستطيع أن تقاوم، لكن أنت بالله تستطيع أن ترد كيد الشيطان. ولذا قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الشياطين هذو شياطين، كاين شياطين الإنس وكاين شياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تكون قاعد في الجامع لا باس عليك، لا باس عليك، لا باس عليك، دخلت صليت ركعتين هزيت المصحف وبارك بارك، راه مع كلام الله عز وجل. يدخل قدامك يقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام. رديت السلام وراك تقرا. واش راك؟ راني بخير. وامورك؟ لا كاش جديد؟ والسوق واش دار اليوم؟ شوف انت تعبد الله وانت تقرا في المصحف. فجاء فصدك عن القراءة وعبادة الرحمن. سبحان الله العلي العظيم. انت بنفسك مع الشيطان ما تمشيش، ما تمشيش والله ما تمشي، لكنك بالله. شوف حتى القرآن، القرآن سبحان الله راح يقرأ القرآن. قال: فإذا قرأت القرآن اش دير حالك؟ قال: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انت راح تعبد ربي بالقرآن، وقال: فاستعذ بالله لأنه يحضر. واقسم، اقسم، اقسم الشيطان، اقسم بعزة الله أنه لا يتركك على الصراط المستقيم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آية قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بحال واحد البراش في الطريق. أنت في الصراط المستقيم يدير لك هذاك الحاجز ليبعدك ويخرجك عن الصراط المستقيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت، هذا جاي يموت، قال: ربي ارجعون. لوين تولي؟ يريد أن يرجع إلى الدنيا، لماذا؟ قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ردني للدنيا باش ندير العمل الصالح. خش أيقن وعرف باللي يسلك بين يدي ربي بعد رحمة الله هو العمل الصالح. صادق ما قالهاش بصدق، قالها هو كذاب. هذه في صوت المؤمنين: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، هذه مجرد كلمة. كلا إنها كلمة هو قائلها. في سورة الأنعام قال: ولو ردوا، لو كان ربي يردهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو كان ربي يردهم للدنيا والله غير من المعاصي والكفر والفسوق تاعهم. في الذي ينفعك بعد رحمة الله عمل صالح تقربه بين يدي مولاك. ولذا في القرآن يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان ماهوش مظاهر، والإيمان ماهوش مظاهر، والإيمان ماهيش كلمات. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل الصالح. وإن قوما قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، وخرجوا من دنياهم بغير عمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك، يقول العباس، العباس عمه ياه، العباس بن عبد المطلب، قال: يا عباس، يا عباس، أنت عم محمد، أنت عم محمد، أنت ما سبي اعمل
فإني لا أغني لك من الله شيئا. قال يا صفية، أنت صفية، أنت عمة محمد، صفية بنت عبد المطلب، صفية عمته. قال اعملي صالحا إني لا أغني لك من الله شيئا. وبعدين قال هيا فاطمة، تعرف فاطمة وش جيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا بنته الريحانة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة. قال يا فاطمة، كان يقول لهم في الحديث، كان يقول لهم فاطمة بضعة مني، طرف من جسدي، من أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني. قال يا بنتي، أنا النبي محمد، أنا رسول الله. قال يا بنيتي، اعملي صالحا إني لا أغني لك من الله شيئا. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إيش حتى واحد يقولنا أنا من عائلة فلان، ماكاينش مشكلة، حنا ما قلنا لك لا أنت ولا عائلتك، بالحرام كاين حاجة. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. واش النجاة؟ قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. ويذكرهم الله ويقول ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا المساكين، يجيبوا واحد الحجج واهية، حجج باطلة، يقول يا ربي انت قدرت علينا وهذا مكتوبنا وحنا صرنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. خاصك الانسان يوم القيامة، الانسان افتح له ربي المجال باش يدافع على روحه. في سورة النحل، في سورة النحل، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل واحد يحب يسلم، يجادل في رب العالمين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. ها واش قدمتوا؟ قال وهم لا يظلمون. ربي المنان لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربي لا يظلمون. ولهذا من الصفات التي لا تليق بالله، الظلم. ولهذا تنزه عنه فقال حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وهذا يقول ربي، يقول يا ربي ضربي الشيطان وقال لي روح والربا معليش، وقالوا لي بلي هنا الشريبه، قالوا لي بلي هذيك فوائد وهذيك ارباح، وقالوا لي بلي هذاك الغنى ماهوش فسوق، هذيك راهي ثقافه، وداروا بيا ومشيت معاه. الشيطان قال لي هذا. اسمع الجواب من سوره ابراهيم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، يعني أنا ما أشوف لكم، ما عنديش لكم، وما أنتم بمصرخي وأنتم ما تقدروش تسلكوني. ويوم القيامة ما كاش واحد راسه مضبوط في ريالك، اقعد مضبوط في ريالك، كل واحد يا نفسي. تشوف كل نفس تشوف واش قدمت، وراهي تسأل في ربي السلامة والعافية. نفسي. كاين واحد برك يقول أمتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لو كان تعرفوا يا وجه الخير، لو كان تعرفوا الحب والمكانة
رسول الله في قلبه مرة بعث ربي جبريل قال روح محمد قل له سنفرحك في أمتك ولا نسيئك. اللهم صل وسلم وبارك. سنفرحك في أمتك. اللهم صل وسلم وبارك. ولهذا أول من ينشق عليه القبر هو رسول الله. وفي الشقة تاع القبر الكلام الأول شو هو؟ أمتي أمتي. وأنت لما تخرج من القبر نفسي 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 يا ربي يا سلام. ما يقدرش تقول خليه خليه. لا لا لا. كل واحد كل واحد كل واحد يسأل. والسؤال واش عنده؟ عنده الإجابة. طيب الآن السؤال والإجابة، اللي يحب يتوفق في الامتحان يجيب الصواب، واللي ما جابش الصواب يقولوا عليه الأساتذة تاعنا ومشايخنا اللي قبل يقولوا هذا رفيق من الراصدين ما نجحش ما نجحش. ولهذا الخسارة والفوز وين؟ يا ابن يقرأ والبكالوريا وهذا مصير يا ابن ما جبتش البكالوريا راح حياتك. يعظم له المسألة ويضخمها له حتى الولد الولد يولي عليه واحد الضخم يولي يشوف البكالوريا خلاص كأنها جبال تهامة. وقال الذين آمنوا وش قالوا؟ قالوا إن الخاسرين مش يخسروا البكالوريا مش يخسروا درس تجاري وما جابش وقال الذين آمنوا من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. أكبر خسارة خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. واللي فاز واللي فاز هو قال فمن زحزح عن شوفك التعبير قال فمن زحزح عن النار أبعد وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيام معدودة وش هي الدنيا؟ أيام معدودة. هاو هنا في بلدتكم هذه ربي يبارك فيها ويبارك فيكم أنتم أدرى كانوا ما سمعكم البارح واليوم سمعتم اللي دائما ربي فيكم ساعة جانا رمضان اللهم بلغنا صيامه وقيامه. عندنا خربنا العام الماضي كان هنا والآن ما هوش هنا. الدنيا ساعات أيام. ونولي أنا وأنت في خبرك كان فلان كان وشوف سبحان الله حتى نهار الموت نتاعي ونتاعك ما يقدرش يقولوا ما يقدرش يقولوا تجيب فلان يقول له هات هات النعش حط أول ما يهجر عند الناس اسمك يقولوا حط حط جنازة لي ما يقولوش أنت حط جنازة فلان لي يقولوا جيب جيب النعش أنا جيب وهم يروحوا يصليوا عليه كثر خيرهم ودعموا دعموا الخير يرحم والديهم هم يروحوا ولكنهم ذهبوا وتركوا ولو بقوا معك ما نفعوا راحوا انشحنوا وبقيت أنت بين يدي ربي سبحانه وتبارك وتعالى. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها. وعمل لدار غدا رضوان خاسرها الجار أحمد والرحمن ناشيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقول ما تسمعون والله عز وجل يعلم.